مش انت اللي طالعه يا بتتهميني شرموطه يا متناكه يا بنت احترمني المتناكه احترمني يا علقه يا بنت الشرموطه يا متبعبصه، مش انت اللي بتقولي انه بيبولني؟ على مين يا لا جبت لا منين ان انا قلت عباس رضا؟ انا ما جبت سيره عباس بقالي فتره طويله. ايه ولا هو انت في حد كان راكبك ولا حاجه ويا دوبك لسه قايم عليك افتكرت؟ حضرتك من غير غلط بعد اذنك ما تكلمنيش ليه في عنوان الغرفه دي؟ طب كلمني في غرفه امبارح، غرفه اول طيب. اول 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 طيب حضرتك ما جاوبتش على سؤالي. ايه هو السؤال؟ عيب لما واحد زمل ليه الناس بتعمل لي ميوت؟ بعد اذن حضراتكم بس انا بتكلم باحترام. لحد هيعمل لك ميوت ازاي يا دكتور وانت بتكلمني؟ ما انت ما انا سامع صوتك يا حبيبي اهو. طب اسمع اسمع بس اسمع اللي انا بقوله كويس. انا لجنه مرسل وجاي اقول لك الكلمتين دول. ايوه ايه هما بقى يا حياه ماما؟ طب قول للناس ماذا تعني بكلمه بتضرب؟ هقول لك معنى بتضرب. طب. حضرتك موصوف لك روشتة طبعا. اللي بيضرب ده معناه بياخد مخدرات، بياخدها بنية التخدير مش عشان هو عنده ألام. في واحد عامل عملية قلب مفتوح يا ابن دين الكلب وعنده إصابة في اللوبك خول. جملنا كلمة ايه ده؟ يا دي يا ابن المرة المتناكة يا شرموطة. الله يلعن دين أمك ابن مرة متناكة. يلا يا ابن الوسط. يلا يا ابن المتناكة. زنقتك يا خول صح؟ خدتك عليه دلوقتي. قول لنا الجيش بيعمل لك ايه يا كس امك عشان كده حميك. قول لنا يا كس امك يا بابا. يا دي يا ابن المره المتناكه اتكلم حلو. اقعد انا عارفك قاعد على زب اللي جنبك يا كس امك بس اتكلم عدل يا خول. تيزك وانت حر فيها ماشي. لكن لسانك يا ابن المره المتناكه قول معلومه كويسه يستفيد منها الناس. فرصتك يا خول يا ابن شرموطه احميك يا اخويا. اقول اخويا طب اسمعني لا تسمعني ايه اتفضل. اول حاجه اخويا احنا هنا عايشين في دنيا فن وامان. يا دي يا ابن الشرموطه الجيش بيعمل لك ايه عشان كده عايشك في امن وامان؟ حمينا يابا. حميك من مين يا كس امك؟ حميك من مين يا ابن الوسخه؟ حمينا من الارهابيين يا ابن المره المتناكه. مين الارهابيين دول يا كس امك يا ابن دين الكلب يا متناك يا ملحد يا ابن الوسخه؟ مين دول يا كس امك؟ قول للناس الارهابيين دول كذا وكذا وكذا. بخ بيصبح عليك يابا. يلا عاد يا ابن المتناكه اتكلم عدل يا خول. ايه هم مين هم الارهابيين اللي الجيش يا ابن المره المتناكه حميك منهم؟ قول للناس يا خول يا ابن الشرموطه. كفايه اقول لك كفايه يابا ان احنا قاعدين في بيوتنا مطمئنين. يا دي يا ابن المتناكه عشان تقعد في بيتك مطمئن يا كس امك الجيش عمل لك ايه عشان يشعرك بالطمانينه؟ قول للناس يا ابن الوسخه يا مغفل يا معرس يا ابن المتناكه. ابن متناكه وماشي مغفل وماشي بتاخد في بيتك واطلع من بورك ماشي اللي انا غبي يا ابن المتناكه كمان. يا دي يا ابن متلبس قول اتكلم اعترف الجيش بيعمل لك ايه يا كس امك عشان كده انت عايش امن ومطمئن؟ اقول لك كفايه يابا ان انا بنزل الشارع ومفيش حد ماسك. يا ابن المتناكه كل الناس بتنزل الشوارع يا كس امك. انا قاعد في الشارع اهو يا ابن دين الكلب. الجيش يا ابن المتناكه بيعمل لك ايه؟ قول للناس يا مغفل يا ابن الشرموطه. يا عم طب ما انا بقول لك اهو بقول لك يا ابن المتناكه انا مش يا ابن المتناكه يا خول الله يلعن. يلا يا ابن المتناكه اقفل يا ابن الشرموطه. اللي بعده خلصت مهمتها وجت تخلص هنا كمان. عاوزه ايه يا امنيه؟ امنيه حبيبتي تمام. عاوزه ايه؟ انا فجاه كده عاوزه ايه يا اختي؟ ايوه اسال. يلا اخر سؤال ليك اتفضلي. ما هي خبره عزام التميمي لتحديد مصير مصر؟ مين؟ ما هي خبرة عزام التميمي؟ مين عزام التميمي ده؟ مش عارفه؟ لا الناس ما عملتش لايك ليه؟ ممكن تحط لنا 300 لايك دلوقتي على البس؟ الناس ما عملتش لايك اللي قاعدين ليه؟ الناس تشرب ايه يعني؟ ابعت اجيب لكم حلبة حصى مثلا؟ انت يا بت هعمل لك بلاك من الغرفة. لازم تقول لنا مين التميمي ده؟ يا جماعه اللي هيفتح المايك في محدش يفتح المايك. اطلعي اطلعي تعالى. طب ناخد دور ازاي يا جاسي؟ معلش لحظه يا استاذ بس على ايه بتتكلم؟ لا لا, لا 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 انا مش عايز اعرف من اي حد. انا عايز اعرف مين هي. مش هي اللي جايه تسال السؤال؟ تعالى يا حبيبتي تعالى. تمام. مين بقى التميمي ده اللي انت قلت عليه؟
خلصني نزلت تقريبا. ناقص استنى يا استاذ، مين يا حبيبتي؟ انا بسال حضرتك ما هي خبره عزام التميمي اللي تحديد مصير مصر؟ مين قصهم الاسم اللي انت جبتيه ده؟ مين يعني ده؟ راجل حلو ولا وحش؟ جبتي الاسم المعلومات دي عنه منين؟ مين الشخص ده؟ معرفش، هو في شخص ما قال لي اطلع اسالي بقى عن السؤال ده ورينا ده ورينا هو هيقول ايه. يعني لو شخص قال لي تعالى نيكك هتروحي معاه؟ هروح مع حضرتك مصر. لا انا بسال حضرتك سؤال. سؤال ايه؟ هو انت كل شويه تنزلي وتجينا بحاجه؟ هو انت عشان صوتك مسكينه يعني مفكرنا تصبرنا واقفه يعني؟ هو مفيش حرمه في البلد غيرك يا بنت؟ انا بسال. مفيش راجل يطفي نارك يا بنت؟ انا بسال حضرتك سؤال. انت بتشتغلي ايه يا بنت؟ طب ممكن تقولي؟ طيب اقول لك، بس انت بتشتغلي ايه يا بنت؟ كلية حسابات ومعلومات اسكندرية. وقاعدة معانا بتعملي ايه؟ مش تروحي تذاكري ليل ونهار لازقة في الباس؟ انا بسأل حضرتك سؤال. بالنهار موجودة يعني؟ انا عملت بس في وقت قلت انت هتكوني نايمة وبتشخري نام برضك موجود، ودلوقتي موجود، ولو بعد 100 ساعة موجود. جرى يا بيت انت؟ مفيش حد قادر يطفي نارة مصر خلاص؟ الذكورة ماتت فيها ولا ايه؟ اديني عنوانك وابعتلك اي نطع يخطبك من ابوكي. ما هي خبرة عزام التميمي لتحديد مصير مصر؟ عزام التميمي وتحضير مصير مصر؟ ايه ده؟ هو ده يعني انت حضرتك بتحضري العفاريت؟ لا انا بسأل حضرتك سؤال. وقصهم السؤال ده جايبه ليه؟ وايه يعني ايه موقفه من الاعراب ومن عزاز التميمي دي؟ افرض واحد ما انا بقول لك، لو واحد قال لي تعالى نيكك هتروحي معاه؟ استاذ بهجت انت مخدوع في صوتها، البنت دي ولد وماله يا ستي؟ هو اللي ما هو ده الولد المتناك اللي هو بيقول بتاع الـ اسمه ايه ده، بتاع احد المسلك. لا ده مش احد المسلك. انا مش فاهم اقصد حضرتك. انا بقول لك ما هو دور عزام التميمي اللي تحديد مصر. ما اعترضتش. دور مين بقى والتميمي؟ لا لا احسن قولي للخول اللي بعتك والتميمي ده شغلته ايه؟ اللي هو بيمولك. بيمولني. وبيمولني بكام بقى؟ لما تقول لنا انت بقى بيمولك. لا يا كسامك، مش العين على من ادعى ولا عليا انا. مش انت اللي طالعه بتتهميني يا متناكة يا بنت المتناكة يا علقة يا بنت الشرموطة يا متبعبصة؟ مش انت اللي بتقولي انه بيمولني؟ مش انت اللي جيبي الاثبات يا كس امك ولا انا اللي اجيب الاثبات؟ في المايك يا سيلفر. ما تردي يا شرموطة، ردي يا بيه. نزلتها يا استاذ بهجت قليلة الادب وقليل الادب. انا شكرا. بصي طالما عنده خرم يا استاذه جيسي مش هيفرق معايا، هات في سؤال وهات في سؤال. مين عزام؟ صفيه عامله ايه يا بهجت؟ بتنتف لامك يا حبيبي، تخلص نتف وتيجي بقى اكون انا اروح بقى اظبط امك يا ابن المتنكر اللي مش لاقي حد يشبحها. يا ابني يا ابني دين الكلب، انت جنسيه دين امك ايه يا ابن دين الكلب؟ يا اللي عند دين امك. انت ملحد يا ابن دين الكلب؟ يا عم قص. انت ملحد يا ابن دين الكلب يا خول؟ ما تيجي نكك في القدس يا كسام. القدس؟ طيب احلى بلاك يا ابن دين الكلب. ده ملحد يا عم الحاج، ملحد مصري ابن دين كلب. ده كافر ابن وسخة لكل الناس اللي في الغرب. هو انا بسألك على كسامك مثلا، يعني بقول لك كسامك شكله ايه وزنبور امك عامل ايه وبزرة امك عاملة ايه؟ يا ابن المرة المتناك اهو، ده تليفونه اهو، ده تليفونه يا رجال، ده تليفونه اهو يا رجال. ابن المرة المتناكة اللي عمال مصدع دماغ امي، وبس اسمحك ودقيقتين. ابن دين الكلب الكافر، الكافر ابن دين الكلب، ربما لجان سعودية بيتصل من الكويت او لجان كويتية، مهما بقتش تفرق دلوقتي خالص، بيتصل من قطر ويقول لك قصم القدس وقصم فلسطين وقصم الحرية وقصم الاسلام وقصم كل حاجة من كل الدول دي. انا مش عارف لهم قصة بقى، هل مثلا لجان السعودية ولجان الامارات مخترقه خطوط التليفونات بتاعت انا؟ عشان انا بس يعني للكبرى
لا 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 احنا لا لا يا حط امك، ده احد، ده اللي اسمعوني بس يا جدعان، سيبوني اسمع ياد يا مهتوك العرض، ياد اللي قال كده اللواء العصار او احد التابعين لجيش الخضار والجمبري اللي بيلعب في تياسكو يا اخوالات. دخلت الكليه العسكريه ازاي يا ابن المره المتناكه؟ دخلت عن رشوه؟ عن واسطه؟ انت مش جاي تخدم الوطن يا ابن المتناكه، انت جاي تستفيد من مميزات الوطن. هطلع دين امك بره وبشتري شطافه جديده عشان تيزي والخرا اللي لازق في تيزي. يا بهجت انت اللي زيك خاين، ولا ليك اي 30 لازمه في مصر، ولا هتعرف تعمل اي حاجه. ياد يا ابن الوسخه، انا ما قلتش عليك خاين يا ابن المره المهتوكه، انا بسالك بتقول احنا مش هنعرف نعمل حاجه، قولوا لنا ليه يا ابن المتناك؟ احنا مش هنعرف نعمل حاجه عشان احنا خونه؟ مش دليل ده الخاين دائما ما بيطعم في الطيز في الظهر. طب ما جايز اكون انا خاين والخنجر احطه في طيزك انت والسيسي؟ لا عشان مش رجاله، عشان مش رجاله مش هتعرفوا تعملوا حاجه. يعني احنا عشان مش رجاله؟ جبت منين ان احنا مش رجاله؟ انا هو يا كصمك طالع بشخصيتي الحقيقيه وانت مستخبي محدش عارف شخصيتك الحقيقيه. اتنين، انا اسمع يا ابن الشرموطه، انا معروف انا بنام فين كل يوم وعنواني معروف، السيسي ابن المره المتناكه محدش عارف هو عايش فين اصلا، مش بينام فين. لا معروف يا باشا، مين قال اللي مش عارف؟ قول لنا قول لنا. طب قول لنا يا استاذ السيسي، مصر الجديده فين؟ في مصر الجديده وحط امك. واللي فين واللي فين في مصر؟ طب والاصول اللي بنيها جديد بنيها ليه؟ والفلل اللي عاملها والاصول والبنكات اللي تحت الارض عاملها ليه؟ كل ده لمصر. هي مصر بتروح تنام فيها؟ لا بس في حاجات اصول مفتوحه لسه جديده، وفي زيارات من مصر يعني الشعب بيروح عادي. الشعب بيروحها. قول لي بقى انت رحت اني قصر يا كص امك يا ابن المره ما تشتمش. يلا يلعن نزل تحت. يلا يا ابن المتناك، انت هنا يا ابن الشرموطه تحطه في تيزك وتقول لي كمان يا عم بهجت بمنتهى السعاده يا ابن المره المتناك يا خول. اللي بعده محمد احمد. يلا يا شباب 2005. ليه ما حدش هيعرف يعمل حاجه؟ ليه يا استاذ؟ بقول لك استاذ انت بقالك قد ايه ما جيتش مصر يا استاذ؟ ليه ما حدش هيعرف يعمل حاجه؟ البلد ممسوكه فعلا. ممسوكه بايه يعني؟ من بزها؟ من كسها؟ من طيازها؟ ممسوكه ازاي يا استاذ؟ من دراعها؟ مشدوده من شعرها؟ راكبين عليها وحاطينه في كسها؟ ما تقول يا دي يعني ايه ممسوكه؟ راكبين عليها وحاطينه في كسها يا استاذ بقى. طب حلو قوي. هل انت هتسمح ان حد يحط عضو ذكره في كوسك كده وتقول على نفسك راجل؟ لا طبعا. ولا هتحاول تخرجه؟ احاول اخرجه طبعا. هل انت ما عندكش عضو ذكري تدفسه في كل اللي يعني وترد الطعمه؟ انت ما انت شايف الوضع، انت مش شايف. انا بسالك انت عندك عضو تحنبطه وتحطه في تيز النظام ولا لا؟ اكيد. هتفضل تقول انت مش شايف الوضع؟ الناس دلوقتي حلمها رغيف. 100,000 فين بقى؟ انت جبته من على الانترنت ولا جبته منين؟ طبعا طبعا. فين فين موجود فين؟ هذا هو الكلام الصحيح، بمساحة 70,000 متر. فين مكانه؟ فين؟ بمحافظة الجيزة يا استاذ بهجت. فين في محافظة الجيزة يا استاذ بهجت؟ ما هو انت تبي تحشرني عشان بس طلع. يخرب بيت امك انت ابن 60 كلب، مش انت اللي طالع بتقول لي المشروع يا هلا؟ مش انت اللي طالع بتقول لي المشروع يا هلا؟ مش راح اقول لك. شكرا يا استاذي، شرفتنا يا استاذ. عم نزله يا عم نزله. يعني انا اوبا الاسد جه. الو الو ادخله. معنا مين يا ابن المتناك؟ معنا مين يا كصمة؟ معنا ميك يا ابن ميك يا ابن ابو بزر يا متناك يا خاول. اسمك ايه؟ اسمك ايه يا خاول؟ اسمك ايه يا عل؟ يلا يا بسرعة. اسمك ايه؟ شوف الخاول بره. يا اسمك ايه؟ تسترجل يا. اسمك ايه يا محمد. وده اسمي ضحك يا ابن الوسخة؟ ده انت حتى اسمك على اسم اشرف الخلق يا ابن الشرموطة. تقوم كده يعني؟ انا ما اقدر مش عارف اشتمك واقول لك يا ابن مش عيب كده. يلا عندك كم سنة يا؟ 17. يا حلاوتك يا حلاوتك يا جمالك. سنة كام يا محمد؟ اولى سنة.
ايه؟ اولى ثانوي. اولى ثانوي احا انت صقيت بقى. لا صغير مدسي تجريب. ايه؟ مدسي تجريبي فبخراني سقط. مش فاهم منك حاجة يا عمار، انت في سنة كام يوم؟ نقول من الاول، في سنة كام يالا؟ اولى ثانوي مدرسه تجريبي فمأخرني سنه. مأخرينك سنه؟ ليه بيأخروك سنه؟ ليه يعني احا يعني ايه بي بي ايه بيحطوك في عشه الفراخ لغايه ما يجي لك البيضه وبعدين يقيسوك عليه البيضه؟ خد ايه يعني؟ لا عشان مدرسه تجريبي. عشان تجريبي. انت طالع تشتمني ليه يا محمد؟ طالع تشتمني ليه يعني؟ خد نفس، خد نفس، اشفت نفس عميق بس من بقك مش من طيزك عشان تعرف تتكلم. يلا خد نفس عميق، اقفل. بص انت واقف ولا قاعد؟ واقف ولا قاعد؟ قاعد على السرير ولا قاعد على الكرسي؟ على الكرسي. على الكرسي. اشفت الكرسي، اشفت كده بطيزك كده، اشفطه هيسد الخرم، تعرف تتكلم من بقك. يلا يلا يا محمد يلا. انت متصل بيه عشان تشتمني ليه؟ والله انا صاحبي زهقانين. ايه 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 معلش حبيبي قول. ايه ايه تتصل بيه؟ انا صاحبي زهقانين فقلنا نتصل بحضرتك. يعني انت كنت زهقانين؟ ده معنى كده ان معاك حد يا حمو. ها معايا ثلاثة صحابي. بتعملوا ايه يا حبايب؟ ثلاثة يعني بيسلموا عليك. سلموا عليك. طب قول لي الاسامي يلا خليهم اسمعهم. يلا محمود محمد لبيب. لا 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 هم اسمع اصواتهم. طب ماشي خد. بس هتستحمل اسمع اصواتهم؟ يا تعال تعال حمو. يا تعال هتستحمل ولا لا؟ هستحمل. ايه ده ايه ده؟ انتوا قاعدين بتعملوا ايه يا اولاد الوسخ؟ قاعدين بتعملوا ايه يا اخوان؟ انت ما هو يالا لابسين اللي لبسها ولا قلعتوها؟ يخرب بيوتكم يا دي يا اخي. وانا اقول الواد مش قادر يتكلم ليه؟ اتاريك مين اللي فوق ومين اللي تحت؟ يا انت هلا محمود احمد. محمود احمد تحت. تحت بيلعب في طيزك مثلا. شوف الواد الخاول برضك. مفيش فايده والله، مفيش فايده يا شراميط. يلا خد نفس وعينه وروح اغتسل. ويا كلاب انتوا هنا بتتكلموا مكان شريف، انه منبر الشرف والعزه يا عديم العزه يا ابو بزر يا خاول. روح اغتسل واغسل طيزك والزحاليق والصابون اللي جوه طيزك ده، نظف منها. ما انت لا بتجيب حد معكش فلوس يا خاول، منك ليه تجيبوا فازلين؟ يا شغلينها بالدف يا شغلينها بالصابون يا كلاب يا معفنين يا زباله. فخص عليك يا معفن يا كلب. اللي بعده الله خاول منك ليه؟ اهو بعضي انقنوا بعض على المس. يا نهار اسود يا جدعان، يا نهار اسود. بس هنا الشريف كده العالي انقنوا بعض كده طول الليل. وانا كنت اقول يا ربي هم ليه ولاد الو... معنا مين يا فندم؟ معنا مين يا استاذ؟ يا عم استرجل وما تقفش. لا مش معقوله استرجل كده. مش معقوله بقى يا دي يا وسخ. انا ماليش في الحته يعني. انا ماليش. بص استاذ انت موجود. انا كنت ناقش مكتوب في شهاده ليه؟ اسمع يلا. كتبوا لك في شهاده الميلاد في المملكه انك ذكر، فطالما انت ذكر ماليش انا في الحته دي. ممكن يكون ناعم وعارف وحالق طيزك وما عندكش ياد يعني والله. انعم من انعم مره بس ماليش. وطيزك حلوه ومربربه وكل حاجه بس ماليش يا ابن الوسخه. عارف لو ليا كنت نكت محمد ابن سلمان على الاقل. ليه طيز؟ انا شايف طيزه كده ما شاء الله حاجه كده. ولا ذكر البطن اللي متذكر بقاله 10 سنين يا ولاد المتناك. يلعن كصم البطن اللي برزتك يا ابن الوسخ. ولا يلا ما عندكش شغلانه تاني يا ابن الوسخه. ولا روح روح احلب كلاب الحاره. شفت الكلاب اللي في الخرابات؟ روح اصطادهم احلبهم يا ابن الوسخ. انا كلمك روح احلب الكلاب بتوع المنطقه بتاعتكم. اعمل لك شغلانه يا كصم. اعمل حاجه يا ابن المنتاكه. روح احلب الكلاب في الحاره. احلب كلاب الحاره وبعدين تعالى لي. يا استاذ هقول لك تعمل ايه بلبنهم. انا كلمك هقول لك تعمل ايه بلبنهم يا ابن الوسخه. احلب الكلاب وبعدين تعالى وانا اقول لك تعمل ايه بلبن. لانك هايج خاول. مش لاقي حد مش لاقي حد يطفي نارك يا ابن المنتاكه. انا ساكت ما اسب الحين. انت ليش تسبني؟ انا ساكت
ما عشان انت ابن متناك هتتكلم تقول انت بص. طيب خليني ثاني انت عارف انت عارف انت بس. انا فهمتك يلا انا فهمت انت لما العيال اخر مره. طب بص هكلمك خمس دقايق قبل ما اقفل. اخر مره حد حط صباعه في تيزك امتى؟ وحيات امك الشرموطه ما تكذب. اخر مره حطوا صباعهم في تيزك امتى اصحابك؟ من ساعه. صل على النبي. امبارح اول امبارح. ما انا ما اعرفش قول لي بس. صل على النبي يا ولا عليه الصلاه والسلام. يا لا مالكش دعوه بالنبي جبت سيرته يا ابن الكلب. انا لو اصحابي انا لو اصحابي حطون صباعهم في تيزك ما دقيت عليه كان يجي. يعني انت ايه ده؟ هو انت كل مره تدق عليك لازم يكون معاك صاحب يحط صباعه في تيزك؟ يا استاذ بهجت يعني انت كل مره بتدق لازم يكون معاك صاحبك يحط صباعه في تيزك؟ ليه يا احا انت بتشحن التليفون بايه يالا؟ هو التليفون بيتشحن بايه يالا؟ بالصباع يالا؟ انت بتشحن التليفون بطيزك مثلا؟ لازم واحد يحط حاجه في تيزك عشان التليفون يشتغل؟ يا استاذ بعبص يا جدع انت تستفزني. انا ما ابي اسبك والله ما ابي اسبك. انت كبر امي. كبر امك؟ وانت مالكش اب يا متنك؟ مالكش اب يا ابن المتنكه؟ يا واد انت شكلك كانك جده والله مالكش. شكلك كانك جده. جده شكلك كانك تيتا. ما انا مش فاهم لغتك يا خول بس انا فاهم. بص يا متنك استرجل استرجل وروح الشباب اللي معاك كل واحد منهم ينيكك كل ما تيجي توجعك تتصل. يلا شباب يلا يلا شباب يلا هونا يلا تفضل يلا بقى برا خش نام برا. خش نام واستهدى بالله كده. ايوه وتاني مره ما تعملش مداخله الا لما تبعت 1000 دولار حلو كده مساهمه واجد عليك والله يا استاذ اللي مثلك على الشوارع ب 10 جنيه. ايه ده انت مفكر ان انت هتديني 1000 دولار عشان انيكك بيها؟ انا مش هنيكك انا مش هنيكك يا استاذ بهجت. انت بتكفر عن ذنوب سلمان وعياله وعن ذنوب المملكه بنت المتناكه اللي عملته المصريين. يلا يا ابن الوسخ من هنا يا عم بتعمل ايه دلوقتي في امريكا وهربان من مصر وهو بتتكلم على اليوتيوب وبتعمل حاجات ما تعملها؟ مين قال لك ان يا استاذ يا استاذ مين قال لك ان انا هربان من مصر؟ عشان انت اهو قلت لو انت في مصر واتكلمت بالطريقه دي هيفشخوك. بس مين قال لك برضك ان انا هربان من مصر؟ انت لو انت كنت عايز تقعد في مصر صح هتعرف تتكلم بالطريقه اللي انت بتتكلم بيها. مين قال لك؟ بس انت دلوقتي اتهمتني ان انا هربان من مصر. مين قال لك اني انا هربان من مصر؟ في ناس في الشات بيقولوا ان انت هربان من مصر. دول ناس معرسين. I am American citizen. I've been here over 27 years. ماشي. طب انت لو رجعت مصر يحصل لك ايه؟ دي gonna fuck me. Yeah. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انت مولود في مصر واصلا مصري. لكن واحد زي مواطن امريكي لو انا اتكلمت السفاره الامريكانيه عمرها ما هتسيبهم. Let me tell you one thing. There is over 17 person American citizen, some of them born in America. In Fatah Sisi jail. Custody. They keep torturing them, killing them from hunger and cold last winter. One American died from cold and hunger. من البرد والجوع مات. Mr. Trump did not do any shit to save that American citizen because Mr. Trump is a motherfucker. He called Mr. Sisi my favorite dictator. طب ليه لازم تبقى قليل الادب وكافل وتشتم على الرئيس بتاع بلدك ها وتخلي بلدك شكلها خرا قدام الناس اللي بره ان ناس عره وسيا بيشتموا على رئيس بلدهم حتى لو مش بيحبوا. مين الرئيس بتاع بلدي اللي انا شتمته؟ مين الرئيس بتاع بلدي اللي انا شتمته؟ بتعيب عليا يا ابن المره الوسخه يا ابن المتكه. صاحبي كان عنده حق ينيكك ويحط زبه في تيزك يا ابن المره الوسخه اللي مش اديكيرز ولا تعرف تسمع. يعني انت عرفتي تتكلمي عربي يا شرموته يا متناكه يا بنت الشرموته؟ الان تعرفي تتكلمي عربي؟ تعرفي تتكلمي عربي كويس يا متناكه في تيزك؟ انما من شويه ما تعرفيش تتكلمي عربي كويس يا مره يلابوه
يا مرأي من يوكا، يا مرأي اللي بتغدي فتيزك تطلعي من بوئك وتقولي أحي، هل من مزيد؟ مين يزود؟ يا مرأي متناكة، بطل اتصال يا مرأي لبوة، يا مرأي كخة، يا مرأي اللي تغدي فتيزك في الإمارات يا بنت الشرموتة، بيصرحوكي بكام في المرة يا خولة، انت يا خولة يا وحشة يا كخة، يا مرأي مومس، رئيس بلدي مين يا مرأي لبوة، يا مرأي اللي عارفة كل حاجة، عارفة ان السيسي خول وبياخد فتيزه يا متناكة، انت يا مرأي يا شرموتة، اتصلي اتصلي يا مرة، اتربينا يا مرة يا شرموتة، انت عاوزة تكلمي معانا؟ اتكلمي صح يا خولة يا علقة، يا اللي بتاخديه من فوق ومن تحت ومن ودانك وبين مش عارف وراكك يا شرموتة، انت اشتغلي ايه في الامارات يا علقة غير لا مؤاخذة، بشغلي شغلي بعرق تيزك يا شرموتة، رئيس بلدي يا مرة يا وسخة، يا مرة يا شرموتة، افتح عليكي اتعلمي ادب الحوار يا بنت اللبوة، ماشي يا خولة، فتحت عليكي اتعلمي ادب الحمار يا خول، اهو انت لسه بتشتمي يا متناكة، قفلت عليكي، انت تعلمي ادب الحوار، انت جاية سعي على مين يا شرموتة، يا تربية الحواري يا كزرة يا وحشاتة يا متناكة، يا مرة يا بتاعت كورونا من ورا وقدام يا بتاعت المكرونة، انت اشتغلي مع الرأسة، انت يا امريكان سيتيزين، ما حدش يقدر يجي جنبك يا متناكة، ما هو يا متناكة يا شرموتة في 17 امريكان سيتيزين عند فتحي سيسي في السجن، فتحي سيسي بيلعب في تيازهم بيقتلهم بيموتهم يا شرموتة يا متناكة، ولما قلنا كسوم يا فتحي سيسي سخنتي يا متناكة وكسك فتح كده بقى عامل زي الشاروقة بتاع الفرن البلدي، يا مرة يا كزرة يا مرة يا شرموتة، طبعا انت عمرك ما كنت ذكر مش تكوني راجل، انت مرة وسخة، انت مرة جاي من شبرا، مرة متناكة، انت مرة لبوة، انت مرة عسل، اختي كمالو، نفتح عليكي تاني يا شرموتة، تحترمي نفسك ولا في مش عايز اهو، تحترمي نفسك يا كسومك هنخليكي على الهوا، مش هتحترمي نفسك هفتح لك السوستة واغرزه جوه تيزك وجوه بقك يا متناكة، هفتح لك البتاع، تحترمي نفسك ماشي، مش هتحترمي نفسك هتحترم نفسك يالا وهتتكلم عدل هخليك على الهوا، مش هتحترم نفسك هقفل معاك وهدي الناس رقم تليفونك هينيكوا كسومك ليل ونهار. استاذ بهجت يلا روح روح شطب ايدك يا ابن الوسخه وبعدين تعالى لي على القصه امك، معانا مين يا استاذ؟ معانا مين يا استاذ؟ الله يلعن قصه امك يا ابن الوسخه، شوف لك شغلانه، شوف لك شغلانه تعملها يا ابن غالي يا ابن الغالي يا خول يا دي عيل. انا عاوز اسال سؤال، انت خول حد لعب في تيزك قبل كده؟ لا والله يا استاذ لا 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 ما تحلفش بالله في الحاجات دي، ما تحلفش بالله، انا اقول بص انت انا لم اصح، مش هقول للناس التليفون بتاعك عشان الناس ما تعرفكش، انا احنا ستر وغطى على بعض، انا غطاك يا ابني، انت حد لعب في تيزك قبل كده؟ طيب لا يا استاذ يا اخي بقى ما تكذبش عشان الكذب حرام، اللي بيكذب بقى صبر بيبعبصه، اه ده ما انت عاوز تبعبص يا خوي، لا 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 لو كذبت مش هبعبصك، لكن لو قلت الحق هدخل رجلها هخش بدماغي جوه طيزك، شفت دماغ بقى الصابر دي هدخلها جوه طيزك، قول لي بقى حد لعب في طيزك قبل كده؟ انا بقول لك الصراحه الصراحه يا احمد يا استاذ بهجت انا اضرب 10 على طلعك والله يا جماعه مش بقول لك انت خول، بس وفي واحد زميلي هو كان عايز يتعلم كلمات عربي وكان عايز يقول لحضرتك كلمه، اتفضل اتفضل. ميرتك شرموتة، ميرتي انا شرموتة يا ابن المتناكة يا اللي في قصمك فوطة يا خول يا ابن الشرموطة، اهلا وسهلا. لا يشتم مش هيكمل منورة يا دينا يا شرموطة يا اللي في قصمك فوطة، اللي بعد لا يشتم قبل ما يكمل شتمته يكون يلا يا باشا، ما
ماما اخلصي لي ولادي الكلب دول لو سمحت. يا ولادي بعون الله بعون الاله بعون الاله استطيع ان اصنع ما لم يصنعه احد داخل جمهوريه مصر العربيه، لاني اؤمن بالاله واعلم ان معي ربي سيهدين. التيشيرت اللي انت لابسه ده بقى ماله؟ غير التيشيرت من المدن. غير التيشيرت بتاع ما هعمل ايه؟ حسب امك ما بتبعت يعني هنعمل ايه؟ يعني حسب ماما ما بتبعت انا بقى يعني شوف امك بقى بتبعت وغلاوه امك صرفت ما انا قلت لك بقى اي قميص نوم من عند امك ولا حاجه لباس من لباستها ما امك طيزها قد كده يا امك حاجه كده يعني ولا طيز لا مؤاخذه العجل ولا العجله فبنخيط منها لو خدنا الفتله بتاع بتاع اللباس لا مؤاخذه اخيرا اشمعنى يعني والله انت عندي زي عمرو دياب تامر حسني كده فيا يا لهوي انا صوتي حلو كده ده انا جعوره ده انا بحبك قوي بحبك قوي الله يكرمك ده انا امي كانت تديني بالشبشب وتقطع الشبشب بستك على قفايا من صوتي المزعج والله انا بحبك قوي بجد بودي. نعم يبقى مراتي رغم ان انا بحط ايام السمعاكي لكن سمعان انا بتقول لي سمعاك يا عم العندليب سمعاك تيجي تنفخنا قلبي تقص لا يا عيني ما تتأثريش خرج مساء الفل يا رورو حبيبتي اوعي تتأثري يا حبيبتي تشتغل ايه يا روان انت مالك لا 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 هو بس شوية دقيقة يا بهجتي يا لهوي يا لهوي الحمد لله ان مراتي نايمة وقال يا لهوي اهلا وسهلا يا روان هلا اهي والله العظيم صحيت من النوم وهي دماغها هناك في اخر الشقه عندي تمام يا سعاده الباشا تمام يا باشا قلنا لك تمام ما تخلص معلش نصيبنا كده معلش مراتي بتفشخني يا ميني يا شفتي؟ دي احرجتيني احرجتيني يا بيت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا فاجعل يا رب الحزن ان شئت سهلا. واتفرج على نفسك وعلى ادائك هتلاقيك خول عاهر ابن عمرك ما كنت راجل او ما حاولتش تبقى راجل. لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى. حتى يتضرب مش عارف على مين العشراته وراح فتح البنطلون وشاف الوضع كده سخنوه راح ضارب عقله حلوه شغل دي حلوه حلوه شغل انها شامخ بدلات ما تقول لنا المصايف بقى بياخدوا بدل مصايف كده ايوه والله مراتي بصي بصي مراتي بتعمل لي كفته شوي فبتصبحها على سياخ خشب متهيألي هتجيبي الخشبايه دي وتغزها في معاك محمد من السعودية يا اهلا استاذ محمد اهلا بك اهلا فيك انت الان الله يسعدك صار لك ساعة جالس تنهق تقول مطلقة لا ابوك لا ابو كلب ضب اغراضك وانقلع نم وش بلاك تنهق تقول مطلقة طب ممكن تشتمني بالعربي عشان افهمك يعني بطل اللهجة البدوية يا حمار ازاي انا ما انا مش فاهم منك حاجة يا حمار يا بتاع الكبسة يا ابن امك اسمها عبده يا بهجة لا ام اسمها صفية يا ابن دين الكلب يا خاول وبتنتف لامك عشان انزل انيكها يا كس امك دلوقتي امك خاول عندها زبة قد كده وماله عشان تنيك امك في وقت فراغي يا كس امك صبري سحلب اخلي كستها يتلهلب واطلعها السفينة وادحس بكستها السردينة واطير في سماء القاهرة واخلي بهجة الصابر ينيك العاهرة ايه يا ابن الحق ايه الاشعار دي وانت هتعمل كده عشان المصريين ولا عشان نفسك لا عشان قص امك يا ابن عشان قص امك يا ابن المتناك طب انا طب انا 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 بكلمك وانا شتمت وانا شتمتك يا ابن المتناك هو قص امك دي شتيمه يا قص امك انت بتقول لي يا دي يا ابن العاهره انت بتقول لي انت هتعمل ده عشان مين انا بقول لك قص امك مش اكدب على الناس يعني يا ابن المتناك بعد العمر ده كله والشيبه دي عاوزني اكدب على الناس يا ولد
انا بعمل كده عشان قص امك. ايه انا حر يا ابن المتناكي؟ اي خدمه تاني؟ لا عم متشكرين. العفو. سلم على امك يا والي، قول لها انت فيها هم ما تحلقهاش. عمو باقر ما بيحبش الحل. انت قاضي ابن متناكي صحيح، تمام؟ اها ما هم ليه؟ أيوة. طيب ايوه هم ليه؟ هتشخر؟ هقلبها مشخره معاك. تتجوز تاني؟ نعم. مش ناوي تتجوز تاني؟ مش ناوي اتجوز تاني؟ يا لهوي لو سمعتك، يا لهوي لو سمعتك، يا لهوي يا لهوي. لو انا صحيت على قد دلوقتي هاكل علقه الليله، الليله هاكل علقه. مراتي حنينه؟ حاجه كده تحس السلطه فيها السكر وفيها العسل وفيها الملح وفيها الشطه وفيها الفلفل الحراق، ويعني نفسها تخبطها بنيتين كمان لو تعرف. ايه المانع يعني؟ ما هي دي الحياه الزوجيه، صراع، صراع ما بين اتنين. الله سبحانه سبحانه يا اولاد الوسخه. اخيرا بركات، ما حدش يتريق عليا بعد اذنك. لو سمحتوا الاستاذه باكي حساسه خالص، حدش يتريق عليها. حرام عليكم يا لبيك. ولا الشخص يا مصطفى، انت علي مصطفى رحت فين يا علي؟ يا عاد رحت فين يا عاد؟ يا ابن المتناكه يا غالي، ده انت الحوثي ملبسك الطرحه يا ابن المتناكه. الطرحه مش الطرحه، الطرحه بتلبسها النسوان المحترمات، انما الطرحه دي للشراميط اللي زي امك يا ابن المتناكه، اللي مش لابسين غير الطرحه بس، لفينها حوالين رقبتهم وطياز وبزاز. ويا لهوي، معانا مين من ملايك ابن سلمان يا ولاد المتناكه يا خوالات؟ اسمع يا ابن الكلب يا غالي، يا حفيد البنغالي، رد علي وقول لي يا غالي، قص ام الملك سلمان على ولي عهده كمان، على عيلة سعود، على امير الكويت ابن المتنكة كمان. يلا يا ابن الشرموطة اخسر اخزع يا كلب يا ابن يلا يا ولاد المتنكة، معاكم فلوس؟ اني هنفع شركات الاتصالات دلوقتي يا ولاد المتنكة، اني هنفع الشركات في امريكا. يلا يا ابن المتنكة انت وهو، يلا يا دي يا ابن المنتاكي، يلا يا كس امك الطاسه. ايه فلوسكو لا لسه ما خلصتش. معانا مين من مخور الكويت يا ولاد المنتاكي؟ السلام عليكم. يا تبدأون بالسلام وتنتهون كالمجرمين. ايه ازيك يا استاذ بهجه؟ وعليكم اهلا وسهلا. كس امك على كس ام اميرك، على كس ام الملك سلمان، على كس ام ولي عهده كمان. يا بنغالي يا ابن الحرام، يلا يا كس امك. بتقفلوا ليه بسرعه يا اولاد المتناكه يا بتوع الكبسه؟ كل واحد ابن مره متناكه، واقفه بندقايه، واقفه فستقايه، واقفه حته صنوبر، فطيزوا يا اولاد المتناكه. يطلع العمو باجت يا اولاد المتناكه، حرام عليكم. انا اجيب القوه دي واقعد اسلك في كل الاطياز دي يا جدعان؟ ليه يا ابن المتناكة؟ انا لاقي صحتي. ابعت امك يا اد، خلي الموضوع يلظلظ كده. ابعت امك واختك مرات. لا انت اللي ما انت بتتجوز وبتجيبها للبنغالي يا ابن المتناكة عشان يبقى ليك يعني. رايح انت زباقة ونشتمه بشوية. يلا هلم مبارز يا ولاد المتناكة يا خولات. التليفون وقف، خلصت فلسكو ولا ايه؟ لا لسه ما خلصتش. سعودية عربية. هم شوية متناكة ولاد متناكة مع سعودية عربية. يلا يا كسومة ان شاء الله مدفع. انت معانا مين من ولاد المنتاكة؟ منايك سلمان وحفايده ابن المتناك. يا حفاه يا عراه يا ولاد المتناك. دخلت الامارات على الخط اهي، دخلت الامارات على الخط. الامارات دخلت يا ولاد المتناك. نجيب الامارات. معانا مين من منايك ابن زايد يا ولاد الكلب يا بتوع الامارات؟ معانا مين يا منايك الامارات يا ولاد الشرموطي؟ وقد اتحد العرب الفاسقين الفاجرين على الثورة وجبهة التحرير ما بين لجان السيسي ولجان ابن سلمان وامير الكويت المخص ابن المتناكي والراجل بتاعه بتاع الامارات ابن الشرموط. انت يا قفلوا ابن المتناكي.
السعودية ما زالت لجان. عندكم فلوس؟ ما البترول زاد يا ابن الكلب، البترول زاد يا اولاد الكلب. عندكم ارشينات بتضيعوهم، اني هضيع فلوسكم على الاتصالات يا ابن. ازيك يا اله؟ ازيك يا ادو؟ زي امك. رد يا ادي يا ابن الكلب. ما بقى. طيب اللي بعده. ها ازيك يا ادو؟ زي امك وزي طز الملك سلمان يا اله. كس امك على كس امي سلمان على ولي العهد كمان على يادي يا ابن البنغ. امك عامله ايه يا امك؟ كسها ورا من بارح يا ترى؟ حطيت لها تلج زي ما قلت لك يا ابن الشرموطه يا خول، ولا سبتها تعاني يا ابن الكلب؟ يلعن كس امك. معانا مين يا اد؟ السلام عليكم. يا لهوي، تبداون بالسلام وتاخذونه وانتم نيام يا اولاد المتناك. وعليكم. يعني بالله عليك، انطالع امريكا علشان تسب العرب علشان لا يا كصمك، هو انت عربي؟ انت بنغالي يا ابن المتناك، انت اصلك هندي بنغالي يا كصمك، مالكش اصل. احنا العرب يا ابن الكلب، اما انتم فمن الهنود والبنغال، عبدة البخر والصراصير والبغال يا ابن الشرموطة يا متناك الصحاري يا خول، يا جبان يا ابن الكلب يا خول. ملعون ابوك على ابو اللي جاب، على مليكك، على ولي عهدك، على الأسرة الحاكمة، على أمير الكويت كمان يا ابن المرة المتناكة. يا ربيب الزواني يا ابن الشرموط، سلم على أمك يا ابن الكلب قبل ما نزلك. اللي بعده يا ولاد المنتاكة. أهلا وسهلا. نهينا إيه كلكم؟ الفلوس بتخلص عندكم ولا الزباط لازم يبعتلكم كروت يا ولاد المتناكة؟ يا جماعة والله بأن بس عم راجد، عم راجد تصحيح بس، دولة المؤامرات، دولة المؤامرات اللي كان اسمها ساحل عمان، وعمرها ما كانت دولة، عاملة زي إسرائيل كده، عمرها ما هتكون دولة. في ديانة يهودية وإسرائيليين بس ما عمرهمش دولة. أرد ولا مش دولة ولادي؟ أرد يا جدعان ولا كفاية كده؟ لا كفاية عشان صحتك على المحتاجين. لا لا سيبك انت من انتوا تعرفوا ان من ساعة ما مسكتوهم نكحتوهم التيك توك عمال بيعلى. يعني تيك توك المفروض ميت، كان عامل 1000 ولا حاجة، بقى 1400 ولا 500، 2500 انا اسف. دلوقتي قال نزلوا 2300. لو حاسس يا عم باجت ان انت مش تعبان، لا انا فل دين ابوهم كله. اسمع يا ولد، اسمع يا ولد، سبحانه. عارف انت بتقول سبحان اهي، سبحان من يعطي القوة عشان تنيك البنغال ومنايك الصحاري من الكويت والسعودية كمان وكمان. يا شراميط يا أولاد الوسخة. معانا مين من طيز الملك سلمان يا ابن الشرموطة؟ رد يا لجنة يا خول، يا كلب يا ابن الكلب، رد يا معزة يا ابن المعزة، رد يا ابن البنغالي يا حقير، رد يا ابن الكلب. طيب ممكن تعطيني فرصة؟ أعطيك الفرصة عشان تشتمني يا خول يا ابن الكلب يا وسخ؟ لا 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 لا، أبشر ما راح أستمك. طيب استبشرنا بك خيرا، توكل على الله ونعتذر إليك إن كنت من المصلحين. قل أمين يا آله. آمين يا رب. اتفضل. ودي أتكلم بشأن الاقتصاد السعودي. ايوه. هو عندنا الحين ارتفاع بالأسعار يعني بالمواد الغذائية خلال آخر سنتين، يعني كم في المية؟ فأنت تعرف أنه صار فيه ضريبة مضافة الحين بالسعودية، عرف؟ الضريبة المضافة هي دي اللي رفعت الأسعار، لكن الأسعار لما هل الأسعار العالمية، اسمع، هل مثلا رحت تجيب حاجة كانت بمية بقت 200 و300؟ ألو ألو، قفلة مننا. معانا مين يا إد؟ ألو، السلام عليكم. بتغير صوتك ليك صمك بنغالي ابن متناكة، بجيبك من وسط ألف يا ابن الشرموطة. يلعن ولا أمك اسمها إيه يا إد؟ يا دي يا فنجان بغير صوته من المتناكة. يا لا، معانا مين من السعودية؟ يلا يا دي، يلا يا دي، غير صوتك، غير صوتك انت كمان، بكصمك اعمل نفسك من اي بلد تاني، غير صوتك انت كمان يا ابن الكلب. السلام
ياد يلا ياد يلا ياد غير صوتك غير صوتك. انت متصل تسمعني صوتي ياد؟ انا مصر عم بحكي. اهلا وسهلا. انا مصر في السعوديه. يا مرحب. عايز اشتري فيه بس هذا الشغل ممكن حد يسمعني جابني بلغ البوليس وبتاع. نعم عاوز ايه؟ عايز اشتم فيه بس ما اقدرش اقول اسمه. اه لا انا اشتم لك انا. قص ام سلمان على ولي عهده، على قص ام المنايك وقوات امن ولاد المتناكة، على قص ام كل الظلمة اللي في الخليج والحجاز وفي كل ارض الله. انا اشتم لك انا يا حبيبي. عاش عم باقي الله العظيم. اه والله انت مفلس زي حالتنا، الكارت بتاعك خلص، عاسس بيك. قال معانا مين من ولاد زايد يا جدعان اللي جنب تتحد مع بعضيه؟ معانا مين يا قال؟ يا مرحب. ايه يا لا ومعكش رصيد كمان؟ هو ايه ابن زايد معهوش فلوس البترول زاد يا ولاد الكلب؟ ايه دنيا ايه يا شباب نكمل ولا تاكد؟ بس هقول معلومه بسرعه يا عم بقى. قول قول. دوله المؤامرات، دوله المؤامرات حصل فيها 100 انقلاب. زايد اللي بيمجدوه، زايد اللي بيمجدوه ابوهم انقلب على عمه وقتل عمه، وابن الشرموطه محمد بن زايد حبس اخوه في القصر خليفه اللي هو اصلا مسمي نفسه ولي العهد دلوقتي، وحبس اخوه اقامه جبريه، واخوه الثاني ابن اخوه الثاني اللي المفروض يمسك الحكم طفش في يخت على دخل على على دوله قطر تقريبا وعدم الفشخ. محمد بن زايد فشخ كل الطقم الحراسات عشان قدر يعدي ويدخل المياه. الكلام ده عدى عليه اكتر من 7-8 سنين. يعني هم منقلبين ولاد وسخه وجايين يدعموا السيسي ابن الشرموطه، وجايين يدعموا كل الخونه يا ابني. ما عشان اصلا حرام. الخدامه بنت الوسخه بتاعت محمد بن زايد يهوديه وعلمته وشربته اليهوديه كامله زي ام السيسي. لا لا لا, لا 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 الموضوع مش شربته اليهوديه، الوليه لما كانت تغير له ويشخ على روحه كانت تبعبصه، فهو طفل صغير كده خد بقى على البعبوص كبر. انا بس عايز اقول له العالم انقلاب ما بقى. ارجع لتاريخ الامارات، ارجع لتاريخ الامارات تلاقي حصل فيه 100 انقلاب، انقلبوا على بعض القبائل دي، وفي الاخر جه زايد عمل نفسه بوحدهم، وفي الاخر زايد ده اللي هم بيمجدوه دلوقتي، والعالم كله بيروح عند القبر بتاعه في المسجد، مسجد زايد الكبير في ابو ظبي. يا اولاد الشرموطه انتوا عملتوا انقلاب في بلادكم وبتدعموا الانقلابات في بلادنا، على الطلال هنيكوا كلكم يا اولاد الشرموطه وهنجيبكم تحت رجلينا يا اولاد الكحبه. ان شاء الله بعون الله، بعون الله، بعون الاله، ان شاء الله بعون الاله. نكمل كلاب هاوس باجت ولا؟ والله انا فاضل قد ايه على الوقت؟ يعني حوالي 50 دقيقه كده ونقفل 6 ساعات خلاص.